المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة نقلة نوعية لقطاع الرياضة المصري، أنشئت وفقاً للمواصفات العالمية لاستضافة أكبر البطولات الدولية، تعود بالنفع على الاقتصاد المصري وتوفر الكثير من فرص العمل، تعد الأكبر في الشرق الأوسط، تشتمل على ملاعب تعد الأحدث في العالم، تضم ملاعب وصالات لمختلف الرياضات الفردية والجماعية، تضم متحفاً للتراث الرياضي المصري.